ليس ضيف بل من أهل البيت. تواصل اللامحدود مع الجامعة أستاذ محسن رحمه الله. امتنان تلبيتكم لدعوتنا لحضور هذا اليوم الثقافي، هذا اليوم المميز الذي ختاما نختم ندوتنا في الوقفة الرابعة مع الأستاذة دارين سعد بشميسة التي تأتي بعد مصر من المغرب. هذه الندوة هي الثانية التي قامت أو قدمتها الثالثة والرابعة والعشرون، وكانت ليبيا علاقات وتجارب استيطان مع بعض الحضارات الدولة الرومانية. أما السواحل الشرقية من ليبيا هي قورينا. دكتورة حنان العجيل الغويل رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة درنا، من أنشطة قسم التاريخ قمنا اليوم الأربعاء الموافق 18/1/2023 ميلاديا بندوة تثقيفية حول ليبيا والاستقلال. هذه الندوة حاولنا أن نعطي فيها وقفات تاريخية تعريفية عن تاريخ ليبيا عبر العصور ابتداء من القديم وختاما بالحديث والمعاصر. هذه الندوة كانت بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم بالإضافة إلى المهتمين بالتاريخ من مدينة درنا. يأتي لنا على رأسهم الأستاذ عبد المحسن محمد البناني، هذا العلم الذي كان يعتبر من المؤسسين لهذه الجامعة العريقة، وهو علم من أعلام المدينة ومن الشخصيات الوطنية من الطراز الأول، الذي قدم لنا عرضا مرئيا مميزا. هذا العرض يتمثل لنا في محطات هامة في تاريخ الاستقلال، وكان الهدف من هذه الندوة التثقيفية هو نشر الوعي بين الطلبة، بين المهتمين بالتاريخ، إعادة قراءة التاريخ برؤية علمية متميزة، وزيادة التوعية وزيادة التثقيف. الحاسي طبعا هو المرشد السياحي بتاعنا في جميع زياراتنا العلمية إلى مدينة شحات. إخوتنا العرب أو أجانب أو عبد المحسن محمد البناني من مدينة درنا مواليد 56، وفي نفس الوقت أنا من موظفين هذه الجامعة، وكنت في هذا المقر بالذات تحديدا، كنت أعمل في هذا المقر، لكن الآن خرجنا على التقاعد وجيت الآن كضيف على كلية الآداب قسم التاريخ. واليوم الحقيقة يعني حضرنا أسبوع ثقافية تاريخية جميلة رائعة، استعرض فيها التاريخ الليبي عبر حقب متتالية، التاريخ القديم ما قبل الميلاد والتاريخ الإسلامي والتاريخ الحديث والتاريخ المعاصر، واستعرضنا مخاض الاستقلال كيف تطورت الأحداث بعد خروج إيطاليا وأثناء الاحتلال الإيطالي، وكيف في النهاية هذا التاريخ الطويل توج بالاستقلال في 24 ديسمبر. والحقيقة يعني ألقيت فيها أوراق عمل كانت غاية في الإفادة والاستفادة، ونشكركم وإن شاء الله نتطلع إلى الأفضل، نتطلع إلى المزيد إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك.